نعم، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أخاه الشيخ سلطان بن زايد الذي وافته المنية اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات. وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات بيانا جاء فيه: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي الشيخ خليفة بن زايد أخاه المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم. الراحل هو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط ابن زياب بن عيسى بن نهيان آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق لدولة الإمارات العربية المتحدة من مواليد عام 1955، وهو الابن الثاني للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. شغل منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأدار شؤونها بحكمة واقتدار، ويعتبر من أشد المهتمين بالحفاظ على تراث الإمارات وعادات وتقاليد شعبه، ولذلك فهو يرأس نادي تراث الإمارات ويتابعه ويهتم به اهتماما خاصا، وقد سمي بهذا الاسم على اسم جدي سلطان بن زايد بن خليفة آل نهيان حاكم إمارة أبو ظبي سابقا. تلقى تعليمه الأولي في العين وأبو ظبي، وواصل دراسته في بيروت، وتخرج عام 73 من أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، والتحق بدورات عسكرية خارجية في كل من باكستان ومصر، وفي عام 74 عين نائبا لقائد قوات دفاع أبو ظبي. وفي عام 76 عين قائدا للمنطقة العسكرية الغربية، وتولى رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم من عام 76 لعام 81. الله يرحمه الشيخ سلطان. وهنشوف دلوقتي أسرار عن الشيخ خليفة ابن زايد. الشيخ خليفة ابن زايد ابن سلطان ابن زايد ابن خليفة ابن شخبوط ابن زياب آل نهيان، مولود 25 يناير 1948، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي، وهو أكبر أبناء الشيخ زايد الله يرحمه. وكان وليا لعهده، فخلف والده بعد وفاته في حكم إمارة أبو ظبي، وانتخبه المجلس الأعلى للاتحاد رئيسا للدولة في 3 نوفمبر 2004، واعتبرته صحيفة التايمز من القادة 25 الأكثر تأثيرا في العالم. دي صورة نادرة له، هنا صورة مع ياسر عرفات الشيخ زايد. ولد الشيخ خليفة في مدينة العين بإمارة أبو ظبي سنة 1948. والدته هي ابنة عم الشيخ زايد، وهي الشيخة حصة بنت محمد بن خليفة ابن زايد آل نهيان. بدأت تربية الشيخ خليفة، دي صور نادرة له في طفولته، صورة نادرة للشيخ خليفة بن زايد في طفولته، دي صورة تانية ليه. تلقى تعليمه الأساسي في مدينة العين في المدرسة النهيانية التي أنشأها الشيخ زايد في العين. انتخبه المجلس الأعلى للاتحاد برئاسة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم في دولة الإمارات العربية المتحدة في 3 نوفمبر 2004، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وكان قد أصبح حاكما لإمارة أبو ظبي في 2 نوفمبر 2004 مباشرة بعد الإعلان عن وفاة والده. يملك الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أكبر يخت في العالم من صنع الشركة الألمانية لورسن، واسمه عزام. ده أفخم وأكبر يخت في العالم، عزام. صور حلوة ليخت، يخت فخم طبعا، معروف إنه أكبر فخم في العالم، أكبر يخت في العالم. هو متزوج من شمسة بنت سهيل ابن حمد المزروعي، ولم يتزوج غيرها، وقد أنجب عددا من الأبناء والبنات هم الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة،
متزوج من الشيخة بنت سيف بن محمد النهيان، ده الدكتور سلطان ابن خليفة ابن زايد آل نهيان. محمد ابن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي في إمارة أبو ظبي، متزوج من الشيخة اليازية بنت سلطان ابن زايد آل نهيان، ده محمد ابن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي في إمارة أبو ظبي. شيخة بنت خليفة ابن زايد ابن سلطان آل نهيان زوجة حمد ابن طحنون ابن محمد آل نهيان رئيس جهاز أمن وحماية المنشآت. أحمد ابن طحنون ابن محمد آل نهيان رئيس جهاز أمن وحماية المنشآت. موزة بنت خليفة ابن زايد ابن سلطان آل نهيان زوجة الشيخ خليفة ابن سيف ابن محمد آل نهيان. عوشة بنت خليفة ابن زايد ابن سلطان آل نهيان زوجة سلطان ابن حمدان ابن محمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، ده سلطان ابن حمدان ابن محمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة. سلامة بنت خليفة ابن زايد ابن سلطان آل نهيان زوجة الشيخ الدكتور منصور ابن طحنون ابن محمد آل نهيان، ده الشيخ الدكتور منصور ابن طحنون ابن محمد آل نهيان. شامة بنت خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان زوجة الشيخ السلطان ابن حمدان بن زايد آل نهيان، ده الشيخ سلطان بن حمدان ابن زايد آل نهيان. لطيفة بنت خليفة ابن زايد ابن سلطان آل نهيان زوجة الشيخ زياب ابن طحنون ابن محمد آل نهيان، الشيخ زياب ابن طحنون ابن محمد آل نهيان. هنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالزي العسكري، صورة نادرة ليه، ليه صورة أخرى، صور متفرقة ليه في مراحل حياته. هنا في زيارة للقوات المسلحة المصرية عام 1985، وهنا برضو للزي العسكري الشيخ خليفة بن زايد. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا فيه على القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المتابعين والمشاهدين. قناة أخبار النجوم. أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة ابن زايد آل نهيان عفوا عن البريطاني ماسيو هيدجز المحكوم بالسجن المؤبد عليه على خلفية قضية تجسس في الدولة الخليجية، ده الشيخ خليفة وده هيدجز اللي أصدر عفوا عنه اليوم، وذلك حسبما أفاد بيان رسمي اليوم الاثنين 26 نوفمبر 2018. وكانت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية حكمت الأربعاء الماضي على هيدجز بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بالأمن العسكري والاقتصادي والسياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت وزارة شؤون الرئاسة في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات وام أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر عفوا رئاسيا بأثر فوري عن هيدجز. وأضافت الوزارة أنه سوف يسمح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية. ولفتت السلطات إلى أن العفو عن هيدجز جاء ضمن عفو رئاسي صدر اليوم عن 785 سجينا ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة بمناسبة اليوم الوطني 47 للدولة. وقالت النيابة أن المتهم قدم إلى الإمارات تحت غطاء باحث أكاديمي
وأن التحقيقات أثبتت تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به وما توصلت إليه معلومات الأجهزة الأمنية. من جهته رحب وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت بالقرار الإماراتي، وكتب هانت على حسابه على موقع تويتر أخبار رائعة عن ماسيو هيدجز. رغم أننا لم نتفق مع الاتهامات الموجهة إليه، فإننا ممتنون لدولة الإمارات العربية المتحدة لحلها القضية بسرعة. كما رحبت زوجة الأكاديمي البريطاني بقرار الإفراج عن زوجها، وقالت دانييلا تيجادا: أرحب أنا والأسرة بنبع العفو الرئاسي، وأتحرك شوقا لعودة ماسيو إلى الوطن. ودي صورتهم مع بعض.